لا اضطرت الأمور السياسية بعد بكرة في انتخابات لا أستغل هذه المنصة من أجل الدعاية الانتخابية طبيعة الحال، ولكن أقول للشباب الدروز والمسيحيين والمسلمين اللي في تمثيل عنهم في هذه القاعة، تعلموا من آبائكم وأجدادكم، العلاقات كانت طيبة وستظل طيبة إن شاء الله. نحن يجب أن نحترم الجميع، وكل تعدي على أي نبي هو تعدي على كل واحد منا، وأرجو أن لا يتاجر أحد في المغار بالأمور الدينية أبدا، لا يزايد أحد على أحد أبدا، ممنوع. وأنا أعرف أن هنالك آخرون يوشوشون في الغرف من منطلقات دينية وطائفية، نحن نمتنع عن ذلك، لم ننتقد أحدا، لم نسئ إلى أحد، لم نجرح بأحد، ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا. نحن نحترم كل الطوائف. وأقول لكم كمان شغلة، المسيحيون والدروز جزء من الحضارة الإسلامية، شئنا أما بينا، شاء من شاء وأبى من أبى. واحد بيمسك على حاله يعني؟ ما عاد يزود أحدا، خلي الانتخابات والبرامج السياسية والعبرانية لحال، أما الوشوش ضد بعضنا عيب، عيب. فعشان بقول إنه هذا الاجتماع يجب أن يوجه دعوة لكل أهل البغاء في الانتخابات وبعد الانتخابات وبعد 100 سنة، ممنوع استخدام الأمور الدينية على الإطلاق في السياسة أبدا، يجب أن نواصل احترام أحد الآخر، هذا اللي لازم نوصله، لأنه هذا بالفعل هو السبيل الصواب، هذا هو الصراط المستقيم. يا إخوان، أنا أتحدث باسم كل أهل المغار بسمة رئيس المجلس، وتحدث باسم قائمة كبيرة، ولنا أصدقاء وحلفاء تاريخيون كلهم، وعندنا 200-300 شاب ما كانوا رفضنا أن يحضروا إلى هنا، ما فيش محل نعرف، ما كانش في تنسيق بيننا وبين إخواننا من الجبهة، ولكن حضورهم شيء مدرج الصدر بالفعل. كل المغار ما عدا بعض الهوامش يتفقون على الرأي، شجب واستنكار كل من يعتدي على مقدساتنا. أنا امبارح شاركت مظاهرة، ليس لم أكن ضيفا، أنا شاركت جزء من هذه المظاهرة، أجيت بعين قوية أني أنا أعتقد وحييت المتظاهرين، تظاهرة سلمية حضارية من الدرجة الأولى، ولم تكن موجهة ضد أي طائفة ولا ضد أي شخص ولا ضد أي عائلة، كانت موجهة ضد الظاهرة، ظاهرة الإساءة للأديان والمقدسات والأنبياء. هذه التظاهرة اليوم سابقة، يمكن ما صارش لا هون ولا بمحل ثاني مثل هذا التظاهر، يقال رب ضارة نافعة، مثل عربي من أيام الجاهلية، وجاء في القرآن الكريم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ونحن بقوتنا بتكاتفنا بتشابك أيدينا مع بعض نقول لكل العالم، هذا المكروه الذي حصل سيخرج منه خير لنا جميعا، يجب أن يحذرنا ما حصل إلى ضرورة المقولة بأننا إخوان كل الوقت. وإخواني، أريد أن أحذر، يجوز، أنا لست لدي معلومات، يجوز أن هنالك بعض خفافيش الظلام سيحاولون بعض الأمور أو ارتكاب بعض الأمور التي تمس بالنسيج الطيب بين العائلات وبين الأحياء وبين الطوائف. أريد أن أحذر، إذا أصيب أحد يجب أن نبحث عن الشخص الذي أصابه، يجب عدم اتهام لا عائلة ولا حي ولا طائفة. إذا اعتدي على مقدسات جسديا أو بالكلام يجب أن نحذر، هنالك مكائد ويجب أن نحذر من هذه المكائد، حذاري من المكائد. إخواني، أولي كلامي سيتحدث، أولي أن يتحدث بعض الآخرين، أنا لست عريفا، ولكن إذا سمحت للشيخ ماجي فأنا أطلب كلمة قصيرة من الشيخ أبو علي ناظم سرحان في كمان قصيدي، خير من يعبر عن مثل هذه اللقاءات الشاعر أبو وليد سلمان درج الشيخ أيضا، وكلمة للأخ جابر صديقنا وزميلنا منذ القدم ويؤمن بكل ما قلناه، ولكن أنا متأكد أنهم يعلمنا ويضيف إلى ما قلنا. فإذا هنالك آخرون، طبعا أنتم المضيفون، إحنا صح دعينا
عبادتنا، ولكن أنتم مطيعون، فإحنا في بيت الله ونحن نقدر عاليا جدا كل من ساهم في هذا اللقاء وفي أن يدفن هذه الجمرة. لم نسمح أحد بأن يمس بالمغار، بأهل المغار، بكل طوائفها، بكل معتقداتها، بكل عائلاتها، بكل أحيائها، وإن شاء الله تكون لقاءاتنا لقاءات أفرح. شكراً. وأن بشك من أبناء الطائفة للأسف ممكن يتلقى قلائل جداً بأن الطائفة تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو جاهل. لما بنقول بهم اسمحوا لي في جملة صغيرة، في الصلاة الجنازة سيد الأنام ومصباح الظلام ورسول الله خاتم الأنبياء ورسل الكرام نبينا محمد ونبينا مثل ما هو نبيكم. فإخوان احنا طبعا بضم صوتي لصوت رئيس المجلس ولكل من تحدث في هذا المجال، إن كان اليوم أو قبل أيام أو في المجلس المحلي، إنه إحنا كلنا إيد واحد استنكار هذا الإشي. بس أخرى مرة نطمن هذول الأشخاص القلائل الرذائل بأنهم محلهم مش بها. رمي أن يحن إلى قليل الماء مولاي فاطم أمنا، ولا نحن في نفس الطريق طريقها الرضاء، هي من بكتك بكت فراقك حسرة من فوق رمزك في رحاب قبائل. اصبح فصفك شيمة لألأة تختان بين الأنجم الزهراء، لا نرضى مسا بالعلاقة بيننا إخوان في السراء والضراء، لنظل نحياها المودة بيننا في عترة عربية عرباء إسلامنا، أحيا أواصر بيننا تحلو من الشحناء والضرطاء، وقلوبنا هي في الصدور بمنعة عن خزة وجناءة دهياء في ظل قرآن كريم ساطع في الكون، حسب إرادة العلياء سورا وآيات حفظناها معا علمتها ليلا وفي حراء لتمر في صحراء عرض منذرا. حضرات المشايخ، حضرات الجمهور الكريم، شيبا وشبابا، اولا طبعا صدفة خير من ألف ميعاد. احنا جئنا بوفد متواضع من الجبهة طبعا بدون تنسيق، وصدفة ان نكون في هذا الجمع الكبير طبعا، ولسنا نادمين، لانه لما تصل الامور للمس بالمعتقدات، المس بالانبياء، المس بالديانات، لا جبهة ولا وحدة توحيد صف ولا قوائم ولا مرشحي رئاسي بتكون تفصل بيناتنا، وإنما المغار كلها خندق واحد في مواجهة هاي الاستفزازات وهاي الفتنة اللي كانت ممكن، والحمد لله إذا لم تؤدي إلى شيء كانت ممكن أن تؤدي إلى مخاطر كبيرة في هاي البلد. فأولاً أنا أقول وباسم الجبهة طبعاً، وقبل أن أكون باسم الجبهة كابن المغار، نقول كل إنسان في هاي البلد عنده ذرة شرف، عنده ذرة غيرة، عنده ذرة كرامة، يستنكر ويشجب مثل هذه التصرفات. وكل إنسان، تحدثنا مع مئات الناس خلال اليومين الأخيرات، كل إنسان يقول يجب معاقبة المجرم، يجب معاقبة المذنب، ولا شأن هنا لأحزاب، لا شأن لطوائف، لا شأن لحارات، لا شأن لعائلات. كل المغار موحدة ضد هذا الاستفزاز وضد هاي الفتنة اللي راحت تودينا في داهية للأسف، والحمد لله. وطبعا أنا أريد أن أحيي كل قيادات البلد بغض النظر الدينية والسياسية والاجتماعية بردة الفعل السريعة، ردة الفعل الواضحة والصريحة التي تستنكر وتشجب مثل هذا العمل.
وقبل أن أنهي لن أخوض في التفاصيل شو اللي صار وشو اللي ما صارش، نتأمل أنه بالفعل الشرطة تقوم بواجبها، ولكن أنا أطالب أنه نحث ونضغط على الشرطة أن تقوم بواجبها ولا نترك الأمور لأيديهم فقط. والشرطة نأمل أن تعاقب، ونحن يجب أن نعاقب اجتماعيا ولا نرضى بأنه نتوسط ونحل المشكلة بعدين، لأنه هذه القضية قضية خطيرة جدا. فالتفاصيل كيف صار الحدث حكوا عنها قبلي وحكينا عنها في جلسة المجلس اليوم، بس إلي طلب أخير قبل ما أنهي، أرجو أن الصدفة التي جمعت وفد الجبهة مع الوفد الكبير الذي حضر من قائمة مرشح الرئاسي فريد غانم لا يأخذ تفسيرات ومغازي سياسية، لأنه لما في قضية من هذا النوع قلنا لا جبهة ولا من جبهة، كلنا نجب، والجبهة وكيل وأنا واحد منهم. كل جمع يستنكر ويجب مثل هذا العمل لنا الشرف أن نكون حاضرين فيه. يعطيكم العافية وإن شاء الله بلدنا بخير، وهذا الاجتماع والنشرات اللي طلعت بتقول إنه البلد بخير وإن شاء الله بتظل بخير. يعطيكم ألف عافية. يا رئيس المجلس، سواء صار رئيس مرة جاي ولا ما صار، ولكن الشكر رئيس واجب علينا، هو قام بمجهود جبار ومسؤول وعلى قدر المسؤولية. نعم إنه قدم شكوي ممتاز، يريد أن يقاصص الجاني هذا ممتاز، وهذا كان طلبنا. إحنا لا نعاقب طائفة، وقلت بالماضي أيها الأحبة إذا صار خلاف بين اثنين مسلم درزي مسيحي، مش مسلم مسيحي مسلم درزي، هذا لا يكون طائفي، إنما بين اثنين فقط، وهكذا يجب علينا أن نتعامل في المستقبل. الخلاف بين اثنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأثمن فعالياً وأشكر رجال الدين من الطائفة الدرزية ومن إخواننا المخوري اللي حاضر وشارك، اللي هني كانوا أعلام في هذه الحادثة، واستنكروا بكل ما تعني كلمة استنكار، واتصلوا بنا وقالوا لنا نحن ما تريدون منا جاهزون، نحن لا نريد منكم إلا أن تكونوا خيراً أيها الأحبة، وخيرين وبشوشين، ونلقى بعضنا البعض وجه بشوش وحسن، لأن تلقى أخاك بوجه حسن وبشوش خيرا لك من الدنيا وما فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في عندنا وفد على الكهر من الكلب الشرقي، وفد كريم، وهون إخواننا شايفين ما شاء الله وفد كريم يلفج الصدر. أعتقد أنه الرسالة وصلت، و طبعا راح تجي إن شاء الله الرسالة وصلت، وبفكر احنا وصلنا لهون ان شاء الله صفحة نريد ان نضويها ان شاء الله، لتبقى المغار بلدا عامرة بالمحبة والتسامح والأخوة قولا وفعلا ان شاء الله رب العالمين. طبعا كلمة لأخونا أبو فاصل كي بنبع إخواني أبناء الله. إخواني أولا هذا عرض أن أطلب من جميع الشبان المصافحة، عدم المناقشة، كلنا متفقون على ما قيل. الأمر الثاني إخواننا، أشكر المضيفين على تعيين اللقاء، والحقيقة ما قاله الأخ جابر هو صحيح، ليس هنالك أي تنسيق في هذه الزيارة بيننا وبين الجبهة. محض صدفة طيبة صحيح، ولكن ما في أي معاني سياسية على الإطلاق حتى لا تكون هنالك إشاعات. وبالنسبة للشباب هذه فرصة أيضا لتعارفوا وتعرفوا على بعضكم البعض، صافحوا بعضكم البعض. وبالنسبة للخروج من هنا، لأنه فيه ما شاء الله جمهور يعني يشرف على الرأس، قد يكون الخروج منظم مرتب، وإلا بنفوت في اختناقات مرورية. فأنا بطلب إنه قسم يطلع كبار في العمر حتى نريحهم، مش قاعدين على الكراسي، الشباب يستنوا شوي شوي بيطلع، انا بطلع اخر واحد. فيعطيكم الف عافيه، الله يخلينا اياكم، ان شاء الله يكون كل مساء بخير وبركه.
اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اخوان، بارك الله فيكم، اهلا وسهلا.